بيكم في بيت الرب اللي دايما حضوره سابق حضورنا. برحب بيكم كلكم النهارده وجايين مع بعض كده نسبح الله ونرفعه وسطينا. جايين نقول له يا رب بنشكرك وبنحمدك لانه انت اله عظيم، لانه انت ابونا. تعالوا نبدا كده اجتماعنا بالصلاه، بصلاه شكر كده لله. نقول له يا رب شكرا لانه انت صالح يا رب. يا رب شكرا لانك عالي. ايوه يا رب انت عالي ومرتفع فوق الجميع. بنشكرك يا رب لأجل صليبك، لأجل حريتك، حرية رب ادتهالنا في الصليب، حرية من عبودية إبليس ومن الخطية. يا رب بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنه أنت الإله القدير الصانع عظائم وحدك. بنشكرك يا رب لأنه مكتوب عنك إنك لا تنعس ولا تنام، قادر من مثلك يا رب. أنت عظيم في خلاصك، أنت وحدك مستحق المجد والكرامة والعز والسجود. جايين بننحني يا رب أنا وإخواتي يا رب قدامك، كل جباهنا يا رب تنحني يا رب قدام عظمتك يا رب. يا رب ليك وحدك يا رب الإجلال، يليق بيك التسبيح يا سيد. هللويا لأنك الراعي الصالح اللي بتبذل نفسك يا رب عن الخراف. هللويا يا رب لأنه أنت الرب المحيي، أنت الرب الشافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك لأنك أنت اللي بترشدنا وبتعزينا وقت ضعفنا وقت حزننا. يا رب طالبين سيادتك النهاردة رب على الاجتماع، على كل حد فينا يا رب. انت تتراءى يا رب لكل حد فعلا موجود النهاردة يا سيد. يا رب كل حد جاي بضعف، كل حد يا رب جاي باحتياج، كل حد يا رب جاي بمشاكل وبأتقال يا رب. بنحط كل حاجة عندك يا رب ونختار ان احنا نسبحك النهاردة يا رب. هاليلويا لانه الارض ملقانة من غناك يا رب. شكرا لانك كلية السلطان والحكمة يا رب. انت الكتاب يقول عنك العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. شكرا لأنك دايما موجود، دايما موجود لينا، مفيش مرة سبتنا. انت ناقشنا على كفيك، انت حافظنا زي حدقة العين. يا رب جايين فعلا أنا وإخواتي يا رب نقول لك مستحق كل المجد. بندخل لقدس الأقداس بدم الحمل، بكثرة رحمتك يا سيد بنيجي أمامك ونتراجع وجهك يا رب. يا ملاذ
فعلا سراب. خلونا نفتح كده مزمور 148، هنقرأ الكلمات دي مع بعض. دايما في قوة في قراية كلمة الرب، لأنه بصوت واحد بنعلن الحق الكتابي. هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيته المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى، اسمه وحده مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا. تعال نقول كده، لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك. في حد بيعمل أعمال عظيمة زي الله؟ لا، يبقى هو مستحق كل التسبيح. تعالوا نقوله مع بعض، لا مثل لك. Yeah,
الناس بيوعدوك بحاجات واحيانا بينسوا يوفوها. ويمكن كتير قوي بيبقى فيه اصحاب ملتصقين ببعض، بس برغم المسافات وبسبب المسافات والمشغوليه مش بيقدروا يتواصلوا مع بعض، لكن هو الوحيد القريب قوي ليك. كلمات اللي جايه بتقول كده، ده جماله بارع بارع اجمل من كل الناس. يمكن الناس ينسونا، يمكن، لكن هو امين، مش ممكن هينساك. خلونا نقول كده مع بعض، ده جماله بارع بارع اجمل من كل الناس. جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، مروجه ساطع ساطع كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي دور في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي شهر بنكرم فيه الأسس بتوعنا. فأنا بشجعكم كلكم، كل حد فينا يروح يشكر الأسس بتوعنا، هم قد إيه فعلا بيرعونا بكل قلبهم وبصلواتهم وباهتمامهم بينا. ودايما بيقولون أنه القائد الحقيقي هو اللي بيبص على الله، هو اللي بيخلي يسوع هو القائد عليه. عشان كده الكلمات اللي جاي بتقول كده، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. مش ممكن هنخاف، اوعى تخاف، اوعى تخاف على سفينتك، لأنه القائد هو يسوع. Thank you.
Yeah.
عهدي تغمرني بنار سلامك وتفك فيا بروحك مش هذا المجد جلالك مش راح انزل عيني من على شخصك وجلالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنار سلامك وتفك فيا بروحك مش هذا المجد جلالك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. الكتاب المقدس يقول كده في اخبار ايام الاولى اصحاح 4 والعدد 10 يقول لنا الكتاب كده: ودعا يعبيس اله اسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وآخر حتة بيقول فأتاه الله بما سأل. يا ترى أنت النهاردة نفسك الله يوسع تخومك؟ نفسك تشوف إيد الله معك دايما؟ خلونا نخلي الآية دي كده في ذهننا طول الأسبوع اللي جاي. كلمات اللي جاي بتقول كده: حس دوين مطر يا رب، يمكن الدنيا ناشفة بس أنا شايف كده سحابة قدر كف. أنا متأكد أنه أنت هتباركني وهتوسع تخومي وهتكون يدك معي وتحفظني كمان من الشر. ربي يحفظك في دخولك وفي خروجك، ربي ينير أمامك، ربي يخليك نور، نور في كل حتة تكون فيها وملح للأرض. حس دوي مطر يغمر يفتح ليك كنز السماوات، صح؟ ويجي ليك بالتعويضات. تصدق كده النهاردة؟ تصدق انه كل سنين ضاعت انت حاسس ان هي ضاعت، بس هي ما ضاعتش، هي عند الله محسوبة، لان هو كل حاجة حاسبها بإتقان. قول له يا رب انا مصدق النهاردة انه انت اله التعويضات، انت تفتح كنز السماوات ليا وتجيلي بكل تعويضات لكل يوم حسيت فيه انك متضايق واليوم ضاع منك من غير ما تكون فرحان بربنا. الله يجيلك بتعويضات، بركات وافرة على رؤوسنا في اسم يسوع. بركات وافرة على رؤوسنا بالمجد والغنى تملأ حياتنا. لا للعناء لا للبركات، تفتح كنز السماء تأتي بالتعويضات. لا للعناء لا للبركات،
كل من آمن به. الكلمات اللي جايه دي هي اخر ترنيمه عندنا، فنفسي قوي كلنا بشجعكم نقف، اللي يقدر يقف ونقول كده: نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الارض. قول يا رب كل يوم هصحى اسبحك اشكرك لانه انت اديتني يوم جديد بحياه جديده، عايزني اشهد عنك، تديني فرصه جديده اتكلم عنك والناس يسالوني عن سبب الرجاء اللي جوايا. نسبح ونهتف نعطيه المجد. مساء الخير. تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة لأجل كل إخواتنا اللي على فراش المرض واللي بيمر بظروف صعبة. أختنا سهير، مدام الدكتور عاطف، أختنا نادية، أختنا فوزية، وأخونا جيفري، في ناس تانية أسامي كتير تانية، لكن الأربعة دول خلينا نحطهم في الصلاة النهاردة أمام الرب. أطلب من أخونا نبيل بطرس يجي قدنا في الصلاة لأجل الناس التعبانة والناس في ظروف صعبة. خلينا كلنا نتحد معاه في الصلاة لأجل هذا الأمر. قول يا رب احنا بنحط الأمور دي كلها في يدك، أنت القادر على كل شيء، لا يسقط منك واحد. يا أهلنا السماوي، نعطيك كل مجد وكرامة يا رب وعظمة وقدرة وسلطان. نأتي إليك يا رب في هذا المساء يا رب، نخضع أمامك أول شيء، نسجد أمامك ونعطيك المجد. شكرك يا رب يسوع لأنك موجود معنا. وصلي يا رب وأعلن سلطانك يا رب في هذا المكان وعلينا، نخضع لك أيها الرب إلهي. شكرك يا رب وأعلن أيضا شفاءك أيها الرب اللي وفرته لأنه يا رب بجسدك المكسور على الصليب علقت أيها الرب إلهنا، وجسدك المكسور يا رب على الصليب
من خلال جلدادك اللي جلدت فيها والطعنة اللي طعنت يا رب وفرت لأنه شفاء. واللي أصلي أيها رب إلهي أنه شفاءك هذا يمتد لأخواتنا يا رب وأخواتنا اللي ذكروا أمامك أيها رب إلهي. يا رب أخوتنا فوزية، أخوتنا نادية، أخوتنا سهير يا رب، وأخ جافري، أرفعهم أمامك يا رب. ككنيسة أيها رب إلهي نصلي بالسلطان اللي أعطيتنا إياه ككنيسة، نصلي أنه يد الشفاء تمتد في اسم الرب يسوع المسيح، وليكن صوتك لهم في اسم الرب يسوع المسيح. يشفيك الرب يسوع، يشفيك الرب يسوع في اسم الرب يسوع. قم أحمل سريرك وامشي في اسم الرب يسوع المسيح، لتكن كلمتك أيها الرب إلهي كما مكتوب أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. في اسم الرب يسوع نصلي أنك تعمل معهم الآن يا رب، وإحنا نصلي كنيسة ككنيسة ونرفعهم أمامك أيها الرب، ونعلن أنك الإله القادر على كل شيء ولا يعصر عليك أمر أيها الرب إلهي. إحنا مش جايين يا رب فقط نصلي ومش متأكدين، لكن يا رب جايين وعارفين قدرتك، عارفين إمكانياتك، عارفين يا رب ما تستطيع أن تفعله يا رب. عندما الأطباء وقفوا يا رب وأعلنوا يا رب فشلهم، والطب يا رب أعلن ما فيش بعد شيء يعملوه، لذلك الوقت يا رب أمامك الآن أيها الرب يسوع في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن ونسلمك المشهد أيها الرب إلهي، وليتمجد اسمك يا رب في هذا المكان وفي حياة هذول الأشخاص في اسم يسوع صلي. آمين. حلو ان احنا نسأل على احبائنا واخواتنا اللي بيعدوا بظروف صعبة، ده جزء من حياة الجسد، ان الجسد يقدر يعضد بعضه، فخلونا نحطهم دايما في الصلاة، ولو في فرصة نكلمهم بالتليفون او نسأل عنهم يبقى كويس جدا. الحقيقة النهاردة الكلام كله هيدور حوالين ما يحدث حوالينا في العالم من ظروف صعبة ومن حروب ومن أمور اقتصادية بتتغير كل يوم عن التاني. اللي لاحظته في الفترة الأسبوع اللي فات بالذات، اللي بيروح أي ستور عشان يشتري حاجة، إن الناس بتلم، عمال تلم خوفا إن يحصل أي مصايب الأيام اللي جاية، وممكن ما تلاقيش المية دي موجودة في الستور لأن الناس عمال تخزن في البيوت من الخوف. والميديا طبعا بتلعب دور كبير في هذا الموضوع، ان هي بتغذي الخوف ده في قلوب الناس عشان يتحركوا بالطريقه دي. فالنهارده عايزين هنتكلم عن صلاح الله، وهنتكلم عن صلاح الله من خلال سفر حبقوق. سفر حبقوق هو سفر من كام اصحاح؟ ثلاثة. هتذكروا معايا النهارده صح؟ ثلاث اصحاحات. دول حبقوق بيبتدي يسال اسئله كتير لربنا، واحنا كتير جدا بيبقى عندنا أسئلة زي حبقوق بنسألها، ومنتظر من الرب إجابات تبقى وافية ليه، يعني يقول له أدي السؤال أدي الإجابة بالضبط. لكن نكتشف مع بعض واحنا بنقول في سفر حبقوق ان الرب ما كانش بيتعامل بالطريقة دي. وده النهاردة الدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه، ان ساعات كتير قوي بنشوف الأمور بالمنطق البشري، بنحسب الأمور بالمنطق البشري. المنطق يعني في مجموعة من الحقائق بتتجمع مع بعض بنستنتج منها نتيجة معينة. فكأن لما نيجي نحسب حساباتنا في أي أمر لازم نبص على الحقائق اللي قدامنا ونقول في كده وفي كده وفي كده، يبقى النتيجة لازم تكون كده بالظبط. لكن المنطق السماوي يختلف تماما عن هذا الأمر، وأحيانا كتير إحنا بنحصر نفسنا في المنطق البشري وعايزين الله يبقى بيجاوب علينا بالمنطق بتاعنا. والله طبعا أعلى بكثير، أفكاره عالت عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. فلما نيجي نتعامل معاه عايزين نكون في الحتة دي، إن هو إله ثابت ما بيتغيرش، صالح إلى الأبد، ما بيعملش حاجة غلط، عارف هو بيعمل إيه، لكن إحنا لا نرى الصورة كاملة. عشان كده النهاردة هنتكلم عن نظرة عن صلاح الله من خلال سفر حبقوق. الناس سألت المسيح في كذا سؤال، واحد منهم قالوا له الراجل الأعمى، الإنسان الأعمى منذ ولادته، يا معلم من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فأجاب يسوع لا هذا
ولا أخطأ ولا أبواه لكي تظهر أعمال الله فيه. دايما إحنا عندنا حكم بالمنطق البشري على أي حاجة بتحدث مع إنسان إن لازم يبقى لها سبب الإنسان ده عمله أو تسبب فيه. فدايما عايزين نحصر دايما فكرنا فلان ده ربنا سمح له كده أكيد هو في حاجة غلط، حتى لو ما رضناش نقولها بالتم يعني زي ما بيقولوا بنقولها في قلوبنا، بنحاول نفكر دايما نوجد الأسباب ليه بيحصل معانا كده. حاجة تانية إن جمل المسيح مرة وقالوا له الجليليين دول ليه حصلت معاهم المذبحة دي، قالوا له أتظنون أن هؤلاء، الرد المسيح رد واضح، قالوا أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ هل الناس دي تعرضت للمصائب دي لأنها أشر من ناس تانية؟ بل أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. دايما المسيح كان يجاوب إجابات ما يدهمش يعني اللي هم عايزينه، لكن دايما إيه يوجه نظرهم للي هو عايز يقوله. حاجة الثالثة إن دايما كان مشكلة قائمة منذ البداية حتى يومنا هذا، إن نبص على الناس اللي حوالينا ونقول إيه ده فلان ده مش كويس بس إزاي ناجح. كان أرميا عنده التساؤل ده، وأيضا أساف تساءل نفس السؤال. فأرميا قال له يا رب أبر أنت من أن أخاصمك ولكن أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ليه يا رب أنت بتنجح طريقهم على الرغم إن هم باين جدا إن هم ناس أشرار؟ والسؤال ده تساءله أساف أيضا في مزمور 73، قال له أنا شايفهم مبسوطين وعينيهم طالعة من الشحم ومبسوطين وما فيش في موتهم شدائد والدنيا زي الفل معاهم. يعني ده كلام يرضيك؟ يعني احنا الناس اللي بنحاول نعبدك ونخافك نعدي بكل الصعوبات دي، والناس اللي ملهاش علاقة بيك بل بتتكلم ضدك عايشة حياة تمام؟ سؤال بيتجرود لأذهاننا، مفيش حد فينا ما بيتساءلش السؤال ده، حتى زي ما أقول لو ما قالهوش علنا هو بيقوله جواه. حبقوق قال نفس الأسئلة دي وتساءل مع الله، عشان كده سموه النبي كثير الأسئلة. هتلاقوا بيسأل كذا سؤال في النبوة بتاعته، قال له كده حتى متى يا رب أدعو وأنت؟ كم واحد فينا سأل السؤال ده؟ كلنا، أنا أول واحد بسأل السؤال ده مرات عديدة. تصلي ولا تسمع من الله أي إجابات، مفيش إجابة مفيش رد، أنت فين يا رب؟ قال له يا رب أنا عمال أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. أنت فين من الظلم اللي بيحصل؟ أنت ليه مش بترد عليا؟ وكان حبقوق عايش بعد النهضة اللي حصلت في وسط شعبه مع يوشيا الملك، فجي بعديها الشعب بمجرد ما الملك مات ابتدوا يعملوا ايه؟ يعيشوا حياتهم ويعملوا يعبدوا الاصنام. فبيقول يا رب انت ليه ساكت على الشعب بتاعنا ده، شعبك اللي عايش غلط اللي بتصرف غلط اللي مليان ظلم؟ شوفوا قال له ايه السؤال، لما تريني اثما وتبصر جورا قدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها، لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. صرخ حبقوق بهذا السؤال لرب، يا رب انت ايه اللي بتوريهوني ده، ايه اللي انا شايفه، انت ليه ما تتدخلش؟ وده كان سؤال من حبقوق، وسؤال كان ناس كتير اتقياء بيسألوه، انت ليه مش متدخل؟ انت ليه سايب الدنيا كده؟ ليه سايب ان الكويس مع الوحش وان الوحش بيظلم الكويس؟ ليه سايب كده؟ وبيتكلم على مين؟ مش بيتكلم على ناس بره، ده بيتكلم على شعب الله، بيتكلم على الناس بتاعت ربنا شعبه، بيقول له ده شعبك اللي مدعو اللي دعي اسمك عليه ده فيهم ظلم وفيهم مشاكل. كتير جدا نسأل السؤال، انت ليه سايب الشرير يكمل؟ انت ليه سايبه يعمل اللي هو عايزه؟ الله عنده مبدأ سليمان قاله في سفر الجامعة،
قال أن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. ليه؟ فلذلك قد امتلأ قلبان البشر فيهم لفعل الشر. فبيقول أن الله مش دايما بيقضي على الشر على طول، لكن دايما إيه؟ يعطي فرصة. فيظن الشرير في نفسه أنه هو إيه؟ أنه هو ماشي تمام، ما فيش حاجة، هو ربنا ما نزلش صعق عليا، ما ولعش فينا يعني، فإحنا كويسين تمام. ده مبدأ الله تعامل كده منذ القديم مع أيام إبراهيم لما قال له أن ذنب الأموريين لم يكمل أمامي، أن في وقت الله عنده مقياس معين إمتى يتدخل ويعلن قضاءه. المقياس ده أنا ما أقدرش أحدده، ربنا هو المسؤول عنه. شوف الرب رد على حبقوك قال له إيه؟ قال له بص يا حبقوك، انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة. خلي بالكم الآية اللي جاية لأن دي مهمة جدا. لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. يعني إيه الكلام هنا؟ يعني أنا لو قلت لكم اللي أنا هعمله ولا واحد فيكم هيصدق، ولا هتقدروا تدركوا الموضوع. إذن في أوقات الله ما بيعلنش رد لينا بوضوح علشان الأمر إحنا ما نقدرش نستوعبه، ما نقدرش ندركه، ما نقدرش نفهم ليه الله بيعمل كده. فبيقول لهم هنا أنا مش هقدر، أنا مش هرد عليك، لأنك لو قلت لك الإجابة أنت مش هتصدق. وده يعلمنا درس مهم جدا، إن الله كلي السلطان كلي السيادة. حتى في الأمور اللي الشرير بيعملها الله بيعرف إزاي يضع لها حدا، ويعرف إزاي يخرج من هذا الشر أمرا للخير. دي عظمة الله. تقول لي إزاي ده؟ هو دي قدرته العظيمة، إن يعرف إزاي يتحكم في كل الأمور، حتى الشرير بشره. نعم حتى الشرير بشره، الله ليس هو مصدر الشر، لكن الله هو كلي السيادة وكلي السلطان، هو المتحكم في كل شيء. لا يحدث أمر بدون علمه أو بدون إن تصريح منه. الله لا يتغير، ثابت إلى الأبد، لا يفاجأ بشيء، ما فيهوش عنده حاضر وماضي ومستقبل. الله شايف الصورة من بدايتها لنهايتها. عشان كده الساكن في السماوات يضحك يستهزئ. ليه؟ أصل الجاهل قال إيه؟ إن أنا أعرف أعمل، وإحنا نعرف نتصرف، وإحنا هنعرف إزاي نغيظ ربنا، وإحنا هنعرف إزاي نعمل اللي إحنا عايزينه. لا، أنت أبعد ما تكون أن تفهم أن الله ده أعظم بكثير ممن أنت تظن أو تفتكر. رد على حبقوك وقال له بص يا حبقوك، الشعب بتاعك ده اللي ماشي غلط أنا هعاقبه بأمة شريرة. هتعمل إيه يا رب؟ قال له أنا هجيب أمة تانية ما تعرفوش لسانهم وتعرفوش هم مين، وكانش لسه الأمة دي بقت إمبراطورية عظيمة اللي هي بابل. قال له الأمة دي هتيجي وهي اللي هتعاقب. حبقوك لما سمع الرد قال إيه ده 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 ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده يا رب؟ تعاقبنا إحنا الناس الكويسين، بقينا كويسين دلوقتي طبعًا، بالمقارنة بالأمة الشريرة الفاسدة المغتصبة اللي بتقتل اللي بتعمل كل ده، تخليهم هم ييجوا يعاقبونا؟ قال له كده، قال له ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها. عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجرف، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو؟ عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له ده احنا أحسن منهم، يعني احنا الناس بتاعتك، يعني تجيب ناس زي دي يأدبونا؟ دين بالكم؟ أصلا أفكاره عجيبة. قال له ما أنا قلت لك أنت مش هتصدق اللي أنا هعمله. قال له بس الموضوع كده مش موزون، مش مظبوط، اللي أنت بتعمله ده باللغة بتاعتنا هنا doesn't make sense، يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت جايب ناس مفروض دول يموتوا، دول أشرار، تعاقبنا إحنا بيهم؟ قال له أنا عارف أنا بعمل إيه. ويبتدي في الأصحاح الثاني يشرح له، يقول له إن في الناس دي اللي أنا هعاقبكم بيهم هم نفس الناس دول اللي أنا بعد شوية تانية هعاقبهم بأمة تانية. إذن الله
موازينه مظبوطة جدا، مفيش حاجة بتتعدي منه، بيعمل كل حاجة بحساب مظبوط على الآخر. إيه الحل؟ طبعا حبقوك واقف قدام القصة دي مش عارف يتصرف. ما الله بيتكلم والله هيعمل اللي بيقول عليه. وقف هنا وابتدى يعمل حاجة مهمة حبقوك، قال على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواه. فأجابني الرب، الرب ابتدى يرد عليه. ابتدى في اللحظة دي اللي بيوصل فيها الواحد فينا لمرحلة مش لاقي رد، أو مش فاهم إيه اللي بيحصل معاه، أو مش قادر يحط إيده على فين المشكلة بالظبط. حبقوك لما لقى الموضوع كده عمل إيه؟ قال له يا رب أنا إيه؟ هقف واستنى. هقف واستناك يا رب. أنا عارف إن أنت بتتصرفش غلط. فالرب جاوبه، قال له بص يا حبقوك، اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى أصل. الله عنده مواعيد لكل شيء. تصدقوا في كده ولا لا؟ الله عنده مواعيد لكل شيء، وساعة عمرها ما بتلخبط، ما لا تتأخر ولا بتقدم، ساعة مظبوطة جدا، وعارف إمتى يعمل الموضوع، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. أنت وانت تأخرت فانتظرها، فإنها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. ما تتأخرش بمعاد مين؟ معاده هو، لكن بموعدنا احنا تبقى ايه؟ متأخرة. مين الأثبت، هو ولا أنا؟ هو. عشان كده أنا محتاج أعمل ايه؟ أبص اللي هو عايز يعمله. إزاي الرب بيرد على تساؤلاتنا؟ ساعات يدي إجابة مباشرة، يجاوبك على السؤال اللي انت سألته، زي ما يونان صرخ من بطن الحوض، الرب أجابه ورد عليه. مرات تانية يدي الإجابة بعدها بفترة. يقول بولس ان هو استمر يصلي لأجل الشوكة اللي في الجسد 3 مرات وبعدين الرب رد عليه. وساعات مش هنسمع الرد غير لما نوصل للسماء. وساعات ما يجاوبش على السؤال اللي انت سألته خالص، لكن يجاوبك بطريقة تانية، زي ما عمل مع أيوب. أيوب قال له إيه اللي مسبب المصايب اللي أنا تعرضت ليها كلها؟ تفتكر الله جاوبه على السؤال ده؟ ما جاوبوش، لكن ابتدى يجاوب يقول له إيه؟ أنت كنت فين لما أنا خلقت ده وده؟ أنت كنت فين لما أنا عملت الأرض؟ أنت كنت فين لما أنا عملت البحار؟ رب سأله تقريبا أكتر من 70 سؤال. أيوب في الآخر خد الرد على السؤال بتاعه؟ لا ما خدش الرد، بس عارف حاجة مهمة جداً. قال له أنا كنت بسمع عنك، لكن النهاردة شفت إيه؟ عينيا اتفتحت عليك. إذن إجابات الله مش لازم تجاوب على السؤال اللي أنا سألته، لكن تفتح عينيا على العظيم المبارك الإله الوحيد القادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك. ليه الله بيسمح بهذه الأمور؟ ليه الله بيسمح بأوقات ما يبقاش فيه إجابات؟ لأنه عايز نفهم مين هو. إحنا دايماً بنحط عينينا على الإجابة، إحنا عايزين الإجابة، لما يجاوب هنثق فيه. أصلي لحد مريض، أنا كل اللي في ذهني إيه؟ إن المريض ده إيه؟ لازم يخف، ده كده يبقى الله صالح. طب لو المريض ما خفش ما زال هو صالح؟ خدين بالكم؟ إذا الله بيحول عينيا من مجرد ببص على النتيجة اللي أنا عايزها عشان أعلن إنه هو صالح، وابتدي أبص عليه هو صالح نو مرر وات، مهما حدث هو لا يتغير، لأن أفكاري ليست كأفكاركم. والرب قال حبقوك حاجة مهمة جدا في آية في أصحاح 2، قال له كده البار بإيمانه يحيى. واستخدم الرسول بولس نفس الكلمات دي 3 مرات في 3 رسائل مختلفة، عشان يقول يا جماعة إن الإيمان هو سر كل حاجة، والإيمان ده عطية من الله. مش ساعات كتير بنصارع في النقطة دي،
ازاي انت تصدق ان الله موجود وان المسيح مات على الصليب وان خطاياك اتغفرت؟ في اي انسان فينا طبيعي بيقدر يفهم كده لوحده؟ لا. ليه؟ لان دي عطيه من الله. بالنعمه انتم مخلصون، باقيها ايه؟ بالايمان. دايما بنعدي احنا بكلمه بالايمان ونقول وذلك ليس منكم. لا، الايمان ده عطيه من الله بيديها لنا، وعلى اساسه انا اقدر ابتدي امارس الايمان وافعله. تمام؟ لو الله ما ادهنيش هجيبه منين؟ ما انا مش شايف، انا دايما شخص بتاع عيان، لازم الحاجه تبقى قدامي عشان شايفها. لكن الايمان ده عطيه من الله. فبيقول كده ان الانسان اللي عايز يعيش ويختبر صلاح الله في حياته وينتقل من المنطق البشري اللي بيفكر بيه للمنطق الالهي، اول خطوه في حياته ان هو لازم يعرف هذا الاله، المعرفه الحقيقيه. بيقول كده الرسول بولس، لان قوه الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني، لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان كما هو مكتوب، اما البار فبالايمان يحيى. اذن معرفه الله، قبولنا للرب يسوع المسيح ان هو يكون مخلص شخص لحياتي ويكون هو السيد والرب على حياتي، هي اول خطوه انا باخدها في حياه الايمان. وساعتها ببتدي تختلف طريقه تفكيري وطريقه نظرتي للامور. الحاجه الثانيه ان بيقول له في غلاطيا انه ولكن ان ليس احد يتبرر بناموس عند الله فظاهر، لان البار بالايمان يحيى. عايز يقول ان كل ما بالمنطق البشري مش هيوصلك انك تقبل اللي الله بيعمله، لانك ما فيش حاجه شايفها قدامك. لكن البار بالايمان يحيى، اي انه مصدق ان الله بيعمل دائما لصالحه. الله دايما بيعمل الصالح، الله دايما بيعمل الحاجه المظبوطه. تقول لي ما انا مش شايف فيها ظبطه، يعني لما حد بيفقد ابنه او بنته، مهما انت قلت للشخص ده بيبقى حاسس ان ايه؟ ان في حاجة غلط، ان في حاجة اتاخدت منه، ان ليه يسمح له الله بكده. وغالبا كل الردود اللي احنا بنحاول نردها على الشخص ده دايما بتكون ردود بتثير التساؤل اكتر، مش بتعالج الامر. لكن الحل في الوقت ده ان احنا ما عندناش رد، لكن علينا ان احنا ايه؟ نصدق فيه هو ان هو صالح، يعني حتى في الامر ده لان هو ما مش ممكن هيعمل حاجه غلط. الامر الثالث، الرسول بولس في رسالته للعبرانيين بيقول لهم كده، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاه عظيمه، لانكم تحتاجون الى ايه؟ الصبر. مفهومنا عن الصبر احيانا كتير بيخش في ناحية بعيدة خالص عن الإيمان المسيحي، ونسمع التعبيرات الرائعة اللي بتتقال اللي ملهاش علاقة بإيماننا المسيحي. المكتوب على الجبين تشوفوا العين، وده ابتلاء من الله، وده قضاء وقدر، انت ابتليت بالبلوى دي فيعني اصبر، ده بلاء من الله. هذا لا ملوش علاقة بإيماننا المسيحي خالص. الصبر المسيحي الحقيقي هو ان انا عارف ان الهي صالح، وعارف ان الهي بيعمل حاجه صح، وان انا مش هقف مكاني واقعد احط ايدي على خدي والطم وصوت وادي هي اخرتها وهنعمل ايه. لا، انا هكمل المسيره معاه. الصبر المسيحي هو يدفعني ان انا اكمل مسيرتي، لاني واثق في الهي مش واثق في الاحداث اللي بتحصل، مش شايف، مش باصص بعينيا على الحاجه اتغيرت اتحسنت ما اتحسنتش. انا عارف ان هو ماسك الامر بايده كله، وعارف ان هو هيكمل المسيره معايا. عشان كده بولس قال له شكرا لله الذي يقودنا فيه في موكب النصره في المسيح يسوع كل حين، مش في اي، مش في وقت، مش في وقت تاني، لا ده هو مكمل المسيره معنا. رب لما اتكلم مع التلاميذ ما وعدهمش ان الحياة هتبقى وردية وسهلة. ساعات للأسف بعض الناس بتظن او بتوعظ الوعظ ده ان طالما عرفت المسيح حياتك كلها بعد كده ايه؟
ورد مية مية، مفيش أي مشاكل، أنت تمام كده. ده ما وعدش الرب بكده. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون الذين يجدونه. ناس كتير قوي بتبعد عن المسيح بسبب إن هم بيلاقوا إيه؟ متاعب في حياتهم، ويظنوا إن ده أنا ده قلت أعرف المسيح عشان أعيش حياة مستريحة. لا، هو مفيش كده. هو فيه حياة صعبة، بس هو فيها معانا. وطالما هو في المركب، المركب هتمشي وهتكمل ومش هتغرق. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا. طبعا ببص الآية دي نفتكر إن هو إيه؟ يعني شال كل حاجة وحشة وكل حاجة هتمشي. لا، هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك ما تخافش من اللي بيحصل معاك، أنا هعرف إزاي أمشيك فيها وأديك نصرة وتمشي وتعدي حتى لو ما تغيرتش الظروف. أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. ثقوا أنا قد غلبت العالم. الآية اللي جاية هي واحدة من أهم الآيات اللي لازم نبص لها كويس. لما يتكلم عن بطرس، سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي إيه؟ وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. مفروض إن إحنا نبص الآية دي وبمفهومنا البسيط نقول له إيه؟ ما أنت يعني شايف إن الشيطان طلبه، مفروض تعمل إيه يا رب؟ تصلي علشان الشيطان ما يقربش منه. يقول لك لا، أنا هصلي علشان إيه؟ لا يفنى إيمان. يعني أنت الموضوع اللي فارق معاك مش موضوع إن الشيطان هيعمل إيه؟ لا، مش فارق معايا، أصل الشيطان ده أنا سحقته تحت الأقدام، لكن أنا عايز أولادي إيمانهم لا يفنى، ألا ينتهي. عشان الإيمان ده هو مركز كل حاجة في حياتنا الروحية. الإيمان ده هو كل الجوهر اللي بنعيش بيه في علاقتنا مع ربنا. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. أنا مثبت عيني عليه هو، مش على بيحدث هنا. قال له ما تخافش يا بطرس، أنا صليت حتى لا يفنى إيمان. يعني ساعات إحنا بنوصل لمرحلة بيبقى الإيمان بتاعنا إنجاز التعبير هبط كده، نزل تحت، مش قادرين من كتر من طول المدة، من كثرة المشاكل، من التعب، بنوصل لمرحلة ساعات يبقى إيماننا مش حاسس بربنا، مش شايفه. أعمل إيه في الوقت ده؟ أول حاجة تأكدها الرب لينا النهارده إن الراسب المسيح بيصلي لكي لا يشفع فينا في كل حين، علشان أنا وإنت وإنتي هو عارف جبلتنا، عارف النوع بتاعنا، عارف إن إحنا هنيجي في أوقات نضعف، عارف ان هنيجي في اوقات ما بقاش شايفين حاجه من كتر الفشل، من كتر الدموع، من كتر الياس، من كتر التعب، من كتر الضغوطات. عارف كويس كده. عشان كده هو اسمه ايه؟ رئيس الايمان ومكمله. يعني بيجي في اوقات يعمل ايه؟ يدفع، يزق، يشيل، يسند. مره واحد ما كانش قادر يعمل كده، قال له يا رب اعن ضعف إيماني. ينفع نقول الكلمة دي؟ يا رب أعن ضعف إيماني، وأنا في الوقت اللي أنا بتخور فيا قوتي وأنا مش قادر أصدق أن أنت موجود ومش قايف حل اللي أنا فيه، أنا بعلن إيماني بيك أنت. مش المهم الظروف تتغير، لكن أنت اللي هتشدد وتشجع إيماني. الخلاصة، بعد ما حبقوك عدى في أصحاح واحد وسأل الأسئلة بتاعته، أصحاح اثنين والرب شرح له الموضوع، جه في الآخر في أصحاح ثلاثة وقال تسبحة كاملة للرب. قال يا رب أنا سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحييه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. وابتدى يقول له يا رب أنت عظيم، انت صنعت معنا امور عظيمه جدا في حياتنا، في رحله شعب اسرائيل من البدايه انت صنعت هذا وذاك وعملت امور رائعه. قال له عشان كده يا رب، لانك انت ثابت ما بتتغيرش، انت ثابت ما بتتغيرش، انت هو هو امس واليوم والى الابد. ف
فمع انه قولوا معايا لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر دي صوره شكلها ايه توشوشوا نفسكم صوره شكلها ايه دي صوره سودا صح يعني ما فيش اي بارقه امل في اللي هو بيقوله شايفها مقفله من كل النواحي كم واحد بيوصل للمرحله دي يبقى شافها قفلت من كل النواحي انا متاكد ان في ناس وسطينا وصل كده وعارفه ان هي مقفله من كل النواحي بيقول له يا رب بالرغم من هي ايه مش باين لها نهار يعني الا ان انا ايه فاني ابتهج بالرب وافرح خلاص الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل ويمشيني فوق مرتفعات اصل المشكله الموضوع مش في الظروف تتغير لو حاطط عينك على الظروف بس تتغير عشان تبقى مبسوط مع ربنا انت بتضيع وقت وانا مش بلومك لان انا بتعرض لنفس الموقف لكن بقول لك النهارده تعالى انا وانت وانت ونقول يا رب خلينا نثبت عينينا عليك خلينا نرفع عينينا عليك ساعدنا ان عينينا تبقى ثابته على شخصك عشان اختبر زي ما حبقوك اختبر يملأ قلبي بالفرح والثقة بي يشجع الإيمان بتاعي اللي أنا مش قادر أعمله بذاتي يجي بالروح القدس يعمله فيا ويخليني عيني مليانة بيه هو قلبي مليان بحضوره يجدد قوتي مش كلنا ساعات بتخور قوتنا بنضعف بنحس إن خلاص وساعات كتير بنقول له ايه يا رب خدنا وريحنا مش ساعات بنقول كده ولا حضراتكم ما بتقولوش كده بنقول كده كتير ساعات كتير بنوصل لهذه الخلاصة ان انا مش خلاص مش شايف حاجة الله يجي في اللحظة دي اذا كنت تثق فيه وترفع عينك عليه يجدد قوتك كالنسر شبابه يثبت خطواتك مش بس كده يخليك تقفز كالايائل عارفين الايائل تقفز من تله لتله اخرى يمشيك فوق مرتفعات يعني فوق الامور اللي طلعت الصعوبات الضغوطات الضيقات التجارب كل الحاجات دي ما زالت موجوده ما زالت بتحدث ما زالت شايفينها قدام عينينا لكن يخليني ماشي كان ايه مش شايف الموضوع ده او مديني ان انا اعرف اعدي من خلال كل الأمور دي هل في أمثلة عندنا في كلمة الله تدي تشجعنا النهاردة؟ كتاب يتكلم عن شدرخ وميشخ وعبدناغو راحوا للملك جابهم الملك علشان كان عايزهم يسجدوا للتمثال وأنهم إزاي ما يعبدوش التمثال اللي عمله قال لهم إن إيه؟ يتعبدوا التمثال يا إما عمل إيه؟ أرميكوا في الأتون المحمى 7 أضعاف ردوا عليه رد واضح جدا لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر يعني أحيانا كتير يجي العدو يقول لك بص اهي شايفها خربانة هتعمل ايه لو مشيت أمورك هساعدك ده اللي قاله لهم بالظبط نبوخذ نصر لو سمعتوا كلامي وسجدت كل حاجة هتمشي ونبقى تمام قال لهم لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإذا ما حصلش كده وإلا فليكن معلوما عندك لك أيها الملك إننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد له لتمثال الذهب الذي نصبته يعني حصل كده أنقذتنا ما أنقذتناش إحنا مش فارق معنا إحنا ما زلنا هنتمسك بيك هو ده الإيمان الحقيقي أحبائي هو ده الإيمان الحقيقي اللي في وسط كل هذه الأمور اللي بتحدث في العالم سيكون لكم ضيق دي حقيقة لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم أنا عيني عليه هو أنا هثبت عيني عليه هو أنا هتمسك بيه
هو، هو اللي صالح إلى الأبد، هو اللي بيقدر إزاي يدي المعونة في الوقت ده. مش معنى ذلك إن هو مرات كتير ما بينقص، لا بينقص، لكن في أوقات تانية ما بيجاوبش على السؤال لأنه بيكون بيعمل عمل عظيم. بولس الرسول وصل للقناعة دي، قال إن كل الأشياء تعمل معا لإيه؟ يعني الكويسة والوحشة، الصعبة والسهلة، للذين يحبون الله. للي عارفين ان الله محبتهم من ناحيتهم مش هتتغير، للي عارفين ان الله امين معاهم بطول العمر، للي عارفين ان الله صالح الى الابد وان مراحمه على كل اعماله، للي مدركين وفاهمين كويس جدا ان الهنا مش بيسيبنا كده لعصف الريح، لكن بيعرف ازاي يتدخل وامتى يتدخل في انهي وقت يتدخل، وبيعرف ان هو مش انا بس محور الحياه كلها، ده الله بيعمل عمل عظيم جدا لا تصدقون ان اخبر به. كتب الراحل الدكتور زكريا عوض الله كلمات، هقرا لكم كلماتها لو او ممكن هتطلع على الشاشه دلوقتي، ترنيمه كتبها قديما مش هنرتلها، لكن عايز اقرا الكلمات دي. اتكلم عن حكمة الله، حاول اطلعها من عندي لغاية ما عشان الوقت بتاعنا. مش هقدر اشوف انا دي كده. هقرا لكم الكلمات. بتقول حكمة الله العلي كيف تقصو؟ حاشا كلا، قلبه الصالح جدا ألا يحنو؟ صاحي مهلا، أنت لا تفهم ما يجريه حقا، هو يدري كل ما يعمل فهو الحق صدقا. ألست تدري هو؟ هو يدري دائما كل الصلاح لنا جدا، إن أفكاره تعلو عنك صح، عنك جدا، أفكاره أعظم بكتير مننا. حين يظلم الطريق لا تراه، لست وحدك، يهدي أقدامك في السير وراءه، دحه قبلك يهدي دربك. صاحب العرش، حط دي دايما في ذهنك، يدير الكون طرا في عناية، الغد يدريه بل يجريه أمرا للنهاية، كل شيء يعمل للخير حتما هو يجري، فليكن فينا الرجاء فيه دوما، هو يدري كل أمر. وأعمل إيه لما بقاش فاهم؟ حين لا تفهم ما يجري صديقي ثق وآمن، حين لا تدرك معنى للطريق هو ضامن، ثق بحب خالص بلا حدود في المسيح، من فدى حتما سيعطي كل جود، ذا الحبيب يا حبيبي. تعال نقف مع بعض واحنا بقول له يا رب ساعدنا النهارده انت تتنقل نظرتنا للامور من مجرد يا رب احنا عايزين الامور دي تتحل عشان نعلن صلاحك، الى انك انت صالح في كل الاوقات، انت صالح الى الابد، انت صالح يا رب لا تتغير، انت ثابت الى الابد، لا يعتريك تغيير ولا ظل دوران. واحنا بنرتل الكلمات دي بالحكمة، أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الأمور في يدك، كل الخيوط في يدك، وأمين طول العمر. ليك الكلمة الأخيرة يا رب، أنت في إيدك الكلمة الأخيرة، مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة، قلبك مليان حنان. تعال نقول الكلمات دي واحنا بنسلم نفوسنا في ايد القدير، قول يا رب انا بصدق وامن في شخصك النهارده. الحكمة انت وحدك ماسك.
قليلة كده كل واحد فينا يقول يا رب أنا بعظمك بشكرك لأنك صالح. ساعدني أشكر، ساعدني أسلم واستريح، ساعدني أن عناية تكون مفتوحة عليك،
وإذا حاسس أنا مش قادر أعمل كده أقول له أنت رئيس الإيمان ومكمله. أعن ضعف إيمان يا رب من فضلك. قل يا رب أنا بشكرك لأنك ثابت لا تتغير. أفكارك أعلى من أفكاري وطرقك غير طرقي. لكن أنت اللي حبيتني محبة أبدية. قدمت لي الرحمة. أنت اللي قدمت ابنك الوحيد بدلا عني. لما بولس اكتشف كده قال له فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه شيء. تقدر تستريح، تقدر تطمن، تقدر تعرف أن أبوك إله صالح. تتغير الأحوال، تتغير الظروف، هو ليه الكلمة الأخيرة. تزداد الصعوبات، تزداد المواجهات، هو ليه الكلمة الأخيرة. تستطيع أنك تستريح في أحضانه. إحنا بنقول الكلمات الجاية: الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح. وإحنا بنهتف بنقول له أنت صالح للكل. ارفع إيدك وإنت بنقول هذه الكلمات: يا رب أنت صالح للكل. إنت بتشاور عليه هو، إنت مش بتشاور على حد. تقول له أنا مصدق النهاردة أن إنت صالح للكل. أمين بطول العمر. نقف ونختم مع بعض. إلهنا الصالح بنشكرك من كل القلب لأن مراحمك على كل أعمالك في كل وقت. أنت صالح للكل، أنت صالح إلى الأبد، أنت صالح بطول الوقت، صالح ومحسن بطول العمر. ساعدنا عنينا تمتلي بهذا الحق، ساعدنا قلوبنا تمتلئ بهذا الرجاء،
ساعدنا يا رب عيوننا تثبت على شخصك وحده، ونكون يا رب فعلا بنعلن عن من أنت، هو الإله العظيم الصالح الحكيم وحده. دينا يا رب ان احنا نكرم اسمك في كل شيء بنعمله، في كل خدمة، في كل لقاء، في كل يا رب ما وقت نتواجد فيه مع بعض في شركة مقدسة. ادينا ان احنا نكرم اسمك ونمجدك. ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معنا، تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. ربنا يبارككم.